بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بناخذ معاكم المشتقات العليا اللي هو في كتاب أساسيات التفاضل والتكامل ريد 811 للمستوى الثالث المسار الواحد اللي نشوف الهدف اللي عندنا الحين. أهداف الدرس: إيجاد المشتقات العليا للدوال. اللي نشوف شنو يعني مشتقات عليا. أي أشوف أول شيء أنا عارف أن أي دالة يكون هذه رمزها، يا أنا بكتب أنه هي Y يا بقول F of X، بعدين بياخذ المشتقة لها. أنا عارف أن رمز المشتقة أرمز له بهذه الرمز F prime X، هاي المشتقة اللي أنا أشتقها. إنزين لما أي أشتق مرة ثانية، فلما أي أشتق مرة ثانية أي أقول أن رمز المشتقة بيصير بذي الشكل، بدال مرة واحدة برايم بحط دبل برايم، فبيصير عندي هذه هو رمز المشتقة الثاني. أو أقدر أقول أنا عارف أن الواي مشتقتها رمز لها، أقدر أكتب بذي الشكل دي واي على دي إكس، صح؟ هذه رمز المشتقة الأولى. زين لما أبي المشتقة الثانية إي يقول لي بحط اثنين هني فوق عند الدي واثنين فوق هني عند الإكس، فهذه هو بيكون رمز المشتقة الثاني، يعني أما ذي الشكل أو بذي الشكل. إني نقول لو أنا خذيت المشتقة الثانية واشتقيتها بعد مرة، يعني بتصير المرة الثالثة في الاشتقاق، فبي أقول رمزها أما إنه يكون عندي بذي الشكل F وحط ثلاث مرات البرايم، أو إنه بيكون الرمز بذي الشكل. يعني شنو سويت؟ شلت الاثنين وحطيت ثلاثة، وشلت الاثنين اللي عند الإكس هني وحطيت ثلاثة، فمعناته هذه المشتقة الثالثة، يعني أنا اشتقيت ثلاث مرات، فبعدد المرات اللي يبيها في السؤال أنا بيحط الرمز اللي عندي. إني نشوف الحين المثال اللي بستخدمه على المشتقات العليا. يقول لي إيجاد المشتقات العليا للدوال. أعطاني إذا كانت الدالة F of X تساوي سالب 2 X تكعيب زائد 7 X تربيع زائد 36. باي أشوف السؤال أوجد كل من، بلاحظ أن السؤال أعطاني شقين، الشق الأول أوجد المشتقة الأولى هذه نسميها، وهذه المشتقة الثانية. فني نشوف مع بعض المشتقة الأولى. المشتقة الأولى تقول لي باخذ الأس ثلاثة هذه اللي عندي هني مع سالب اثنين، سالب اثنين في ثلاثة بيعطيني سالب ستة، طبعا الأس في الاشتقاق نطرح منه واحد فيصير X تربيع. نفس الشيء عند السبعة، باي بقول السبعة هذه في الأس اللي هو اثنين، فسبعة في اثنين بيعطيني 14 X. ليش X؟ لأن طرحت من الاثنين واحد. إني نشوف العدد الثابت 36 دائما أي عدد ثابت مشتقته بصفر، وبذي أنا خلصت من المشتقة الأولى. ننتقل إلى المشتقة الثانية. إني نسوي نفس الطريقة بس باستخدام المشتقة الأولى، باي أضرب الاثنين هذه في سالب ستة بيعطيني سالب 12، بعدين أنا عارف الاشتقاق أطرح من الأس واحد فيصير أس هني واحد، وطبعاً أنا ما أكتبه، فبيصير سالب 12 إكس زائد قلنا أي متغير أسه واحد فقط ناخذ شنو؟ ناخذ المعامل اللي هني اللي هو 14، فبقول زائد 14، وبذي أنا طلعت المشتقة الأولى وطلعت المشتقة الثانية. إني ننتقل إلى تمرين آخر. أعطاني في السؤال إذا كانت الدالة y تساوي 7 x أس 4 زائد 5 x تكعيب ناقص 8 x تربيع زائد 9 x ناقص 12. السؤال يقول أوجد المشتقة الثالثة، هذه رمز المشتقة الثالثة،
فأبي أقول عشان أوجد المشتقة الثالثة أحتاج إني أطلع المشتقة الأولى وبعدها أطلع المشتقة الثانية وأوصل إلى المشتقة الثالثة. فنبتدي من أول واحدة اللي هي المشتقة الأولى. فني نشوف أول شيء y رمز المشتقة الأولى بيصير dy dx يساوي بيأخذ السبعة مع الأربعة اللي عندي هني وأضربهم فبيصير سبعة في أربعة يعطيني 28. أس أربعة أطرح منه واحد للاشتقاق فيصير أس ثلاثة زائد يأخذ هني الثلاثة الأس مع الخمسة، خمسة في ثلاثة بيعطيني 15. نفس الشيء الأس هني بطرح منه واحد فيصير تربيع. بعدين الحد اللي بعده باخذ الاثنين اللي عندي هني مع سالب ثمانية، سالب ثمانية في اثنين بيعطيني سالب 16. نفس الشيء بطرح من الأس واحد فيعطيني إكس أس واحد. هني عندي لأن المتغير أس واحد فيصير الاشتقاق عنده فقط اللي هو التسعة، فبحط التسعة، وأي عدد ثابت اللي هو سالب 12 مشتقته بالصفر. وبكذي أنا خلصت من المشتقة الأولى. ننتقل إلى المشتقة الثانية وهذه بيكون رمزها. قلنا لما أني نحط رمز المشتقة الثانية نحط عند الدي 2 وعند الإكس 2. أيوة شوف شلون اشتقيت؟ خذيت نفس الشيء بنفس الطريقة. ناخذ قلم ثاني. ثلاثة ضرب 28 بيعطيني كم؟ يعطيني 48. بعدين يعطيني 84. بعدين إكس أس ثلاثة أطرح من الثلاثة واحد فيعطيني إكس تربيع. الحد اللي بعده باخذ الاثنين بضربها في الخمستعش فيطلع عندي 30. ليش حطيت إكس؟ لأن الاثنين طرحت منها واحد فطلع لي إكس أس واحد. بعدين الحد اللي بعده سالب 16 إكس. قلنا أي متغير أس واحد يطلع عندي فقط المعامل اللي هو سالب 16 بنازله. آخر شيء التسعة لأن عدد ثابت فمشتقته بصفر، أنا ما أحتاج أن هني أكتب زائد صفر فأخليه وما أكتبه. بذي الشكل أنا انتهيت من المشتقة الثانية. طبعا هو في السؤال يبي المشتقة الثالثة، فأرجع للمرة الثالثة أشتق واي أسوي رمز المشتقة بذي الشكل. باي بقول الاثنين تصير ثلاثة، وهني إكس عند الاثنين، إكس الاثنين قصدي تصير إكس ثلاثة يساوي بنفس الطريقة. باي آخذ الاثنين هذه بضربها في 84 يطلع عندي 168. الأس اثنين هاي أطرح منها واحد فتصير أس واحد، زائد قلنا أي متغير أس واحد فقط أكتب المعامل له اللي هو 30. طبعا أي عدد ثابت اللي هو هني عندي أي عدد ثابت المشتقة له شو تصير؟ بصفر، فأنا ما أحتاجها لذلك أنا ما كتبتها. وبهاي الشكل أنا انتهيت من آخر تمرين في إيجاد المشتقة الثالثة. وبذي الشكل خلصت من هذه التمرين. وفي النهاية نشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق.